مرحبا بحضراتكم مشاهدينا وفقرة حوارية جديدة في حلقتنا النهاردة. يوم 21 يونيو من كل عام بيحصل ظاهرة فلكية هامة جدا جدا هنتكلم عنها النهاردة وهي الانقلاب الصيفي. هنتكلم عن هذه الظاهرة، هنعرف أكتر عنها وهنعرف كمان تأثيرها على التغيرات المناخية. اسمحوا لي في هذا الإطار أرحب بضيفتي الكريمة اللي بتشرفني في هذه الفقرة، دكتورة سلوى بكير، أستاذ وخبير الخرائط الدولية. أهلا بك يا دكتور، صباح الخير. أهلا بك يا ست الكل، كل سنة وأنتم طيبين. طيبة وفعلا مناسبة يعني جغرافية هامة. صحيح أكيد، ودايما حضرتك بتشرفينا في المناسبات الجميلة دي. ست الكل إن شاء الله، ربنا يخليك يا فندم. إن شاء الله. كلميني بقى عن الظاهرة الطبيعية والفلكية اللي بتحصل كل سنة في يوم 21 يونيو تحديدا. الانقلاب الصيفي. الانقلاب الصيفي دي ظاهرة طبيعية بتحدث نتيجة للعلاقة بين الأرض ودورانها على محور 23 درجة ونص حوالين نفسها. الكرة الأرضية بتلف حوالين نفسها 365 يوم وست ساعات أمام الشمس. الظاهرة العلاقة دي دائمة وكونية لا تغيير فيها. الدوران ده بيتسبب ان هو بيجي يوم 21 ان الشمس بتتعامد بطريقة مباشرة على المدار السرطان، هو درجة 23 ونص برضو. تمام. فبيحصل ان الكرة الأرضية اللي هي في الشمالية بينتج عنها ان يبقى فيها أطول يوم نهار، وبالتالي بيحصل ظاهرة تانية أقوى إن القطب الشمالي بيدوم ست أشهر بيبقى نهار تماما. كل اللي هم الموجودين على الجزء اللي هو في القطب الشمالي بيبقى أيامهم مضيئة تماما، ما بيشوفوش ليل أبدا في الفترة دي. مفيش ليل. العكسي في نفس التوقيت بيبقى القطب الجنوبي بيبقى بيعاني من انه في ست شهور ليل. ظلام. اللي هو ليل دائم واطول يوم في الليل بيتدرج لحد ما يجي في اتجاه اللي هو الخط الاستواء. الظاهرة دي على فكرة اعتمد عليها اعتماد كبير جدا الفراعنة زمان، لانهم كانوا خبرة في الفلك، وكان العبقرية بتاعت ان الشمس تظهر على وش الهرم وعلى الخوف، وان الهرم الشتر في توقيت اللي هو بتاع شم النسيم اللي احنا بنحتفل بيه. كل ده نتيجة حركة دوران اللي هو الكرة الأرضية حوالين نفسها أمام الشمس. هذه الظاهرة ظاهرة طبيعية ليست لها أي علاقة، هي توقيت فلكي بينتج عنه اللي هو فصول السنة، لان عندنا ما يعرف بالاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي. اللي هو الاعتدال الربيعي اللي هو في الربيع اللي هو 21 مارس، الاعتدال الخريفي اللي هو بيبقى في سبتمبر اللي هو برضو توقيت مستمر، واللي هو الانقلاب الشتوي اللي هو بيبقى في ديسمبر. تمام. الظاهره دي ظاهره كونيه ربنا طبعا هو اللي نظمها ويعني وخلاها نعمة على الكون. ليه نعمة على الكون؟ لأن احنا التغيرات دي مهمة جدا للإنسان وللبشر، ملوش علاقة على فكرة بالحرارة. يعني مش النهاردة 21 يوم في انقلاب صيفي ان درجة الحرارة اعلى درجة حرارة موجودة، مش شرط ملهاش علاقة بالحرارة تمام. لأن الحرارة بتقاس بمقاييس اخرى اللي هي بمقاييس الأحوال المناخية، والمناخ هو عبارة عن المطر وعن الرياح وعن الضغط الجوي. صحيح. ودي ليها علاقه بالارصاد الجويه وبخرائط الطقس. يعني دي ملهاش دعوه خالص بالخرائط اللي هي العالميه اللي احنا بنظهر فيها هذه الصفه. انما هو اللي بيحصل حاليا ان التغير المناخي له تاثير كبير جدا على العالم. وفي اهتمام الى اقصى درجه، لان حصل ما يحدث ما يسمى بالاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري ده هو مش نتيجة لهذه الظواهر وملوش أي علاقة، إنما هو لا نتيجة للتغيرات المناخية البيئية، لأن البيئة بصفة عامة حصل فيها نوع من التلوث الشديد نتيجة لاستخدام الطاقة الحرارية اللي هي البترول والغاز الطبيعي والمصانع وكل. صحيح. الحاجات دي عملت عملية زيادة ما يعرف بالانبعاثات الحرارية اللي هي ثاني أكسيد الكربون. يعني دكتور الظواهر الطبيعية دي نقدر نقول ملهاش علاقة بالتغيرات المناخية خالص اللي بقينا بنشهدها في السنوات الأخيرة. ملهاش دعوة، دي الحرارة حاجة والتوقيت، وبعدين ده توقيت فلكي
كل ده توقيت فلكي ودراسات فلكية طبعا بتعتمد عليها اعتماد كلي، اللي هي اللي هم بيهتموا اهتمام كبير جدا بالفضاء وبالكواكب وبالأبراج، كل دي حضرتك ليها علاقة بالتوقيتات طب الفلكية. هل التوقيت الفلكي ممكن يؤثر على الحرارة؟ لا مفيش علاقة برضه. خالص، لها علاقة بين الحرارة ودرجة الحرارة وارتفاعها وانخفاضها، له علاقة بالضغط الجوي والرياح، تحرك الرياح، السحب، الأمطار، الموقع، الموقع، المكان من حيث بعده أو قربه من خط الاستواء، كل دي حضرتك حاجات تؤثر على درجة الحرارة. إنما التوقيتات الفلكية دي عبارة عن فلك ودوران الكرة الأرضية حوالين نفسها في الكونية، أشياء كونية. إنما هو الاحتباس الحراري تسبب عن ظهور حاجة كونية مختلفة جديدة، ولذلك فيه اهتمام كبير جدا زي ما شفنا في المجموعة السبعة اللي اجتمعت فيها الدول السبعة علشان يناقشوا مشاكل العالم. كانت أهمها حاجتين، مشكلتين هم اهتموا بيها جدا، كورونا، واهتموا جدا بالمناخ، صحيح. واهتموا بمؤتمر باريس بتاع اللي هو الرئيس ماكرون اللي هو عمال يحفز دول العالم ان هو تنضم الى هذا المؤتمر، لان فعلا الخطر اللي جاي هو المناخ، التغيرات المناخيه الناتجه عن تلوث البيئه. صحيح، تلوث البيئه شديد جدا على مستوى العالمي، وعلى مستوى ان كورونا كمان ظهرت لنا في هذه الظاهره، في ارتفاع عالي كبير جدا في ثاني اكسيد الكربون، الكربونات، كل الكربون نفسه ماده بقت متواجده بصوره غير عاديه، بيعملوا دلوقتي حاليا اكتشافات وابحاث وتطورات علشان يمنعوا من انبعاث الطاقه الحراريه اللي هي بتشع ثاني اكسيد الكربون. ليه بقى؟ لأن ظهر حاجة جديدة جدا في الكون. إيه الظاهرة دي؟ هي الثقب الشمالي. صحيح، اللي هو الثقب الأوزوني موجود في القطب الشمالي. القطب الشمالي عمره ما كان فيه ثقب، الطبيعة الكونية ما كانش فيه ثقب في القطب الشمالي، إنما الثقوب كانت موجودة في القطب الجنوبي وبكثرة، والكرة الأرضية والكون متعود على تواجدها. انما ما كانش متعود على ان الثقب ده ما يكون موجود، لان الحراره، درجه الحراره حبست البرودة حوالين الثقب، مما أزاد الثقب وبقى بيأثر على الغلاف الجوي. الظاهرة الأجمل إن حصل بعد موضوع كورونا، أنا بعتبر إن كورونا يعني زي ما أضر العالم والبشر، بس كان في فوائد برضو، له فوائد. صحيح، غريبة. صحيح، ظهرت ما كانش حد من إرادة الله، ما حدش الواحد كان يعرفها. صحيح، لأن اضطرت العالم كله إنه يواجه البيئة وانه يعمل عملية تطهير، وعملية اللي كان بتتم بطريقة بقصد انها حماية البشرية، هي في الواقع كان بيعمل عملية حماية للغلاف الجوي. لان الغلاف الجوي بدأ في القطب الشمالي، الثقب ينكمش لدرجة انه تم اغلاقه، واعلنت من اللي هي الجمعيات الجغرافية العالمية زي ناشونال جيوغرافيك بأن الثقب الأوزون اللي هو موجود في القطب الشمالي تم إغلاقه، ودي وبيرجو أنه ما تستمر عملية أن البيئة اللي هو تلوث البيئة اللي هو يعني يكون فيه اهتمام كبير. المجموعة السابعة رصدت مبلغ غير عادي اللي هو 100 مليار دولار سنويا لمواجهة التغيرات المناخية. جميل. ودي طبعا بقصد انها تشجع، اولا تحمي الدول السبعه اللي هم اللي بيعتبروا الدول الكبرى حاليا. صحيح. ان هم من انهم يحصل يصلوا الى ما يعرف بالانبعاث، الانبعاثات الصفريه. ان هو الانبعاث ثاني اكسيد الكربون يتوقف تماما في سنه 2050. ده مشروع من ضمن المشروعات، وان يحصل عمليه ان هم يمولوا الدول الناميه اللي بتهتم بالبيئه انها تبدا انها تمول الدول دي عشان تساعدها على منع تلوث البيئه في الدول الناميه.
جميل. كل هذه مشاريع هامه جدا. بنطالب طبعا ان احنا يكون عندنا وعي، والوعي الجغرافي مهم جدا. انا شخصيا بشجع طبعا بصفتي متخصصه اكيد، بما ان حضرتك استاذه في المجال ده فاكيد بشجع جدا والله، وبقول ان مهم جدا عمليه ان الانسان يبقى عنده وعي جغرافي، لانه مرتبط بالحياه ومرتبط بالطبيعه وبالبيئه، بالكره الارضيه اللي احنا ماشيين عليها. كل ظاهره من الظواهر الطبيعيه احنا جزء منها. طب كلمينا دكتور عن اخر التطورات الجغرافيه اللي حصلت بقى في العالم خلال الفترة دي. هي حصلت اكتشافات جديدة. يعني أنا سمعت الناشونال جيوغرافيك نزلت خرائط للعالم بتقول عليها الخرائط الحقيقية. خرائط العالم الحقيقية. إيه معنى كلمة خرائط عالم حقيقية؟ حصلت تغيرات فعلا في خلال الفترة الأخيرة من تقسيمات لبعض الدول السياسية. وتغيرات للحدود السياسية. منها الاتحاد السوفيتي. صحيح. منها في أفريقيا. زي مثلا السودان شمالا والسودان جنوبا، بعض هذه الدول. وفي افريقيا في دول كثيره جدا اسماء اتغيرت، ودي لها علاقه بلجنه المصطلحات الجغرافيه الموجوده في الامم المتحده. هذه اللجنه بتقوم بعمليه اضافه جميع اسماء اللي بتحصل تغيير على سطح الكره الارضيه. فلازم كان لازم يحدث ان هي يصدر انتاج جديد من الخرائط اللي هي بيسميها خرائط العالم الحقيقية، ودي طبعا متوضع عليها جميع دول العالم الموجودة بالفعل في التوقيت الحالي سنة 2021 على الكرة الأرضية. انتاج تاني جديد وغريب ان هي خرائط 3D. خريطة 3D زمان كان فيه الموزايك مجسمة، يعني مجسمة 3D تشوفيها مجسمة. طبعا دي لها علاقة بالديجيتال مابينج اللي هي الأقرب للحقيقة الحقيقة بشكل يعني طبيعي. لا والأجمل من كده يمكن عاملين كمان ظاهرة إنها الخريطة تشوفيها على الكرة الأرضية. جميل قوي. يعني تحطي إيدك على الكرة الأرضية تشوفي البلد. ودي بقى بنقول عليها الجيوغرافيك انفورميشن سيستم، دخول نظام الجيوغرافيك انفورميشن سيستم مع الديجيتال مابينج في تكنولوجيا شكل جديد بقى. يعني التكنولوجيا دخلت في اطار رسم الخرائط. وطبعا انا ما حضرتش الكلام ده، انا كان ايامي بنعمل بالسكرايبنج والديجيتال مابينج حضرناه، انما التغير الجديد ده بحيث ان انت تستخدمي الاستخدام ان انت تبصي على كره ارضيه وتشاوري عليها ثم تطلع الخريطه بتاعه الدوله وعليها الاسم وعليها حدودها. اللي انا يعني اسعدني لما انا طبعا بهتم جدا بالابحاث دي اكيد، اسعدني حاجه جميله جدا. عاده جوجل بتنزل خريطه بتاعه مصر مشوهه في حدودها. انما لاول مره ابص على الخريطه الاقيها حطاها حدود سليمه، خط الجنوب 22 درجه تماما وبخط مستقيم، الملامح الحدوديه واضحه، ملامح حدوديه واضحه سليمه ما عليهاش اي تعديلات او اي تغييرات. ودي طبعا لان فعلا يعني السيد رئيس الجمهوريه له من القوه والاراده المصريه اللي جعلت هذه الشركه من الشركات تهتم جدا ان احنا تحط لنا حدود السياسيه بتاعتنا مظبوطه وليس عليها اي مناقشات. وطبعا احنا بنشكر جوجل على الكلام ده اكيد. طبعا لانها مهمه جدا. فطبعا ظهور حاجه تانية ادت الى ظهور الكشوف خرائط جديده. ايه بقى التطورات الجغرافيه اللي حصلت؟ اللي حصل ان زي ما في اعاده ترسيم حدود للمياه الاقليميه للبحار عشان الدول، تم عمل اعاده ترسيم حدود المياه الاقليميه للمحيطات. جميل. ودي اول مره تحصل عالميا من 100 سنه ان يحصل ترسيم حدود للمياه الاقليميه بين المحيطات. في محيط احنا كان عاده نعرف اربع محيطات، الهندي والاطلسي والاطلنطي يعني هم اربع. ظهر حد جديد للمحيط المتجمد الشمالي، كان ممتد محيط المتجمد الشمالي مع المحيط المتجمد الجنوبي. على طول اللي هو لو دخلت على الخريطة تلاقي ده ممتد بطريقة غير عادية على طول الامتداد سطح الكرة الأرضية. لقوا ان هم لا ده في تغير واضح في
التكوينات في المحيط الشمالي ان المحيط الشمالي بيتعرض لانه درجة الحرارة هتتسبب في ذوبان قليلا للسلوج السلوج فكده هيعمل تغيير غير عادي. ممكن تظهر فيه دول وممكن تظهر فيه ثروات وممكن لان فعلا في حاجه اسمها مملكه اتلانتيك ظهرت في القطب الشمالي. اذا دكتور ان ترسيم الحدود الخاصه بالمحيطات والبحار ده برضو بيكون ليها فايده ان احنا ممكن بنكتشف مناطق جديده او اماكن مزبوط. جديده اثريه احنا جزر. ممكن جزر ما نعرفش جزر عنها حاجه ما تعرفيهاش. فهم فعلا حطوا لما حطوا الحد وخد له الحد عباره عن درجه 60 خط عرض 60 لحد قاره انتاركتيكا دي حدود محيط جديد اسمه المحيط الجنوبي. وطبعا ده كان محتاج ان لازم يعاد رسم خرائط جديده عالميا بحيث ان يظهر الخمس محيطات. ويقال عالميا من بعض الخبراء واصحاب الكشوف الجغرافيه ان المحيطات دي رغم انها بتمثل 97% من مسطح المياه على الكره الارضيه بتمثل 5% فقط من المحيطات. وده شيء غريب جدا انا اصلا اندهشت له لان 5% امال الباقي حضرتك موجود فين؟ الميه اللي هتظهر تانية على السطح الارض الكره الارضيه هتظهر فين؟ صحيح. فانا يعني بدراساتي الشخصيه وبوجهه نظري انا قلت التواجد في الصحراء لان الصحراء يعني ثبت ان الذرات الرمليه ما هياش رمل ولا طين ده انت لما بتدرسيها بتلاقيها فيها تكوينات مائيه كتيره جدا بدليل ان انت لما بتروحي في الصحراء وتتوهي ممكن تبصي بيت تهالك ان انت في ميه الميراكلز اللي انت تشوفي الميه دي اللي بتشوفيها نتيجه ان الذرات دي نفسها هي تكوينات مائيه. فاحتمال كبير جدا ان يكون الصحراء زي الصحراء الكبرى والصحراء الغربيه والصحراء الشرقيه والصحاري في العالم كالهاري والصحراء الكبرى في امريكا الشماليه ان دي يكون فيها مياه بشكل غير عادي وتظهر مسطحات مائيه جديده. انا بتهيالي ان الصحراء الغربيه عندنا بصور الاقمار الصناعيه بما اننا بتاعت استشعار عن بعد صور الاقمار الصناعيه الى حد ما صورت ان احنا تقريبا عايمين على انهار من المياه ما شاء الله في الصحراء الغربيه بس محتاجه مجهود وكشوف وطبعا نواحي اقتصاديه وماليه بس هو بيحصل تعمير حاليا في الصحراء الغربيه ودي حاجه جميله لانها هي الامل صحيح. وهي الامل في ان احنا منخفض القطاره يحصل له التطوير منخفض توشكا يحمينا من الكوارث اللي ممكن نتعرض لها مائيه صحيح. كل هذه الظواهر الطبيعيه احنا بننتظر ان شاء الله انها تكون فيها ليها دور كبير جدا في خريطه مصر ان شاء الله هنعمل خريطه مصر. التكنولوجيا دكتور يعني الحقيقه ان هي دخلت في مجالات كتيره وكان ليها تاثير ايجابي جدا جدا، ماذا عن اهميه التكنولوجيا ودخول التكنولوجيا والعلم الحديث في مجال الجغرافيا ورسم الخرائط والتقسيمات الدوليه والمحيطيه وتقسيمات المياه الاقليميه، ساهمت قد ايه التكنولوجيا في ان احنا نقدر نعمل ده ونكتشف كمان مناطق ونكتشف يعني ثروات ممكن تكون مدفونه احنا مش على علم بيها، سهلت علينا المجال ده قد ايه؟ حضرتك انا مش عايزه اقول لك ان الجيوغرافيك انفورميشن سيستم ده اقصى حاجه تطوريه وتكنولوجي بالنسبه لانتاج الخرائط. هذا النظام استخدم فعلا في مصر وبطريقه ممتازه في حسن الاداره زي حسن اداره المواني. المواني مثلا حضرتك ممكن دلوقتي حاليا ممكن وانت تبقى مثلا رئيس هيئه القناة السويس او رئيس المواني المصريه يبقى قاعد على مكتبه قدامه خريطه، هذه الخريطه عباره عن ديجيتال بتتحرك عليها السفن قدامه عن طريق نظام الجي اي اس وبيقدر عن طريقها يبقى عامل يعني ودي حساسه جدا وناحيه امنيه عاليه جدا يبقى مدقق السفينه دخلت الساعه كام ووقفت رست الساعه كام وقامت الساعه كام وخد ضريبه المروريه في دقه في المتابعه غير عاديه صحيح. ودي طبعا تطور رائع بتنفذه مصر مش ما بتنفذوش بتنفذه التراث الحضاري
في عملية حصر المنازل اللي هي التراثية القديمة زي شارع المعز وشوارع الدولة الفاطمية، وكل المباني التراثية حاليا عليها فعلا خريطة موجودة بتحصر كل هذه المناطق الأثرية عشان ما حدش يعتدي عليها، حدش يدخل عليها غلط، يتعامل مع الجمهور في الثقافة بطريقة جيدة. كل دي عبارة عن التكنولوجيا الجديدة اللي هي بتدخل في إدارة الأعمال، وبتقلل من عملية إن البشر يتدخلوا بطريقة سيئة وتقلل من الفساد. صحيح. هيا دكتور، يعني الحديث مع حضرتك مشوق جدا، ولكن للاسف احنا وقتنا انتهى والحديث بقيه ان شاء الله باذن الله. سعدت بلقاء حضرتك بشكل شخصي اولا، ودايما بتفيدينا بمعلومات كتيره حول يعني المعالم الجغرافيه والخرائط الجغرافيه الهامه جدا والظواهر الطبيعيه اللي بتحدث من وقت لاخر. شكرا جزيلا لحضرتك دكتوره سلوى بكير. ولازم اقول كلمتي تحيه مصر. تحيه مصر. تحيه مصر وتحياتي للسيد رئيس الجمهوريه اللي هو رئيس وافتخر. دايما اقول رئيس وافتخر. بشكر حضرتك جزيلا، شكرا ليكي دكتوره سلوى بكير استاذ وخبير الخرائط الدوليه. شكرا يا فندم. شكرا حضرتك. شكرا. كل سنه طيبه وحضرتك بالصحه والسلامه. الحقيقه احنا كده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، بشكر كمان زميلتي عبير صلاح، وغدا ان شاء الله تجدد لقاء حضراتكم وحلقه جديده.